الكرام حياكم الله. عم نتلاقى نحن وياكم بحلقة جديدة من الكاسة والناس. مثل ما عم نشوف نحن وياكم البطولات عم تتوالى علينا، يعني عم نخرج من بطولة تندخل ببطولة تانية، وبالأمس كان انطلاق الدور الثالث لكأس سمو أمير البلاد المفدى. مشاهدينا مساكم الله بالخير، بالبداية نقول لكم هلا وهلا، مو وحدة ثنتين فيكم يا أغلى مشاهدين قنوات الدوري والكاس في برنامج الكاس والناس. خمسة، أثبتت منافسات الأمس بأن المباريات راح تكون جدا قوية وحاسمة لنيل شرف البطولة الغالية. بدورنا مشاهدينا في الحلقات القادمة من الكاس والناس راح أكيد ننوع فقراتنا، راح أكيد نركزها على كأس سمو الأمير المفدى بكل تأكيد. نتمنى أيضا أن احنا نزيد من التفاعل بيننا وبينكم من حلقات الكاس والناس. أكيد مشاهدينا دوركم الآن ابتدأ، أرسلوا بآرائكم واقتراحاتكم من فقرات أو ضيوف تودون مشاهدتهم في برنامجنا في الكاس والناس، وبإذن الله سنلبي كل أملكم وكل اقتراحاتكم. مشاهدينا دعونا نبدأ بالحلقة الآن.
رجعنا لكم يا احلى ناس اللي تتابعون برنامج الكاس، والناس اكيد شفنا لقطات، ومبارك اكيد بكل من تاهل الى الدور الرابع من مسابقه كاس السمو الامير المفدى. مبروك للوكره، مبروك للغرافه، مبروك للخور، وايضا مبروك للاخريطيات. مواجهات كبيره راح تشهدها او راح يشهدها الدور الرابع، اكيد مباراه قويه. لكن يمكن امس كان حفل الريان، صحيح، وانطباعك يقولون انت رحت، يعني خونت ورحت، ما قلت حق؟ لا بالعكس، انا امس حضرت حفل نادي الريان، افراح مشاهده من عامره بالافراح والمحبه، وطبعا كان على راس الحضور سعاده الشيخ عبد الله بن حمد ال ثاني، يعطي العافيه. صراحه انا جدا معجب بهذا الشخص، كان جدا متواضع، قاعد في الصاله يستقبل الجميع بكل تواضع، يصور مع الكل وياخذ ويعطي مع الجمهور. يعني صراحه كانت اجواء جدا جميله، واكبر دليل على ذلك يعني شوفون الصوره اللي بالفيسبوك تلاقونها الحين، يعني مع سعاده الشيخ. هذه صراحه يعني صوره تظل سي في خاص لي يعني، واتشرف معاه بالصوره. جمهور ريان كان جدا مستانس، طبعا يعطونا تعليقات خفيفه على البرنامج، سؤال وتكلموا، لا بالعكس معجبين في البرنامج، يقولون يعطيكم العافيه، العنصر النسائي ايضا له دور، ويتكلمون عن الكوره. طبعا خالد يشجع جنار واليس، طبعا فتنت على اليس بس انا، قلت لهم اليس شنو تشجع؟ بس انت ما قلت، عرفت؟ احنا عشان صار برشلونه ومدريد برشلونه ومدريد، لا لا هم يبون العالميه، يبون في قطر، يبون في قطر بس بيتهرب. قلت لهم اليس كل يوم مع فريق، مره مع الجيش، مره مع الأخوية، مره مع السد. بكل مباراة بقول انه في اثنين بدي اختار واحد منهم، بس بشكل عام انه انت تحبين اي لون؟ اي لون بالفرق هون او انا بشكل عام اي لون بالفرق هون؟ مو فيني اقول لك، كثير حافضح حالي هيك. لا عادي عادي، خذ راحتك، ما حد يسمع. بحب الابيض والاسود، يعني ما خلص وضحت الصوره. واضحه الصوره، اتوقع واضحه. يعني يوفنتوس حلو، شيء وايد حلو، ما في اي مشكله. عموما امس يعني يمكن احنا ما حضرنا مع بدر الحفل، لكن شاهدناه عبر برنامج المجلس، شاهدنا الاجواء اللي كانت موجوده داخل يعني النادي الرياني وفرحتهم بهذا الكاس، وهم اكيد يتمنون ان ما تكون هذه اخر الافراح، خاصه في هذا الموسم. يتمنون ايضا الكاس اللي عودونا صراحه في السنوات الاخيره ان نشوفهم موجودين في نهائي كاس سيدي سمو الامير المفدى. هذا انا بس بقول لكم موقف طريف امس صار. نعم. انا رحت امس بصحبه الصديق والزميل محمد السعدي، معلقنا ومعد البرنامج، يوم وصلنا عند الشيخ وصورت انا على طول، قال بدر بدر تكفى تعال صورني، واعطيه 1-0 واخليه، زين تعال صورني، صورتك انا، انت ما يشغل، انا يصوروني ما تصور. اخر شيء نادى المصور مال الجريده وصور معاه. فبالعكس امس تشرفنا امس بحضور سعاده الشيخ، والجمهور كان جدا متفاعل وفرحه كبيره، وطماعين ريانين يبون كاس الامير بعد. فيعني جمهور ريان المجتهد نصيب، صحيح. عموما شباب هلا بدنا نروح لرسام الكاريكاتير شاب ونشوف اليوم شو محضر لنا. شاب مساء الخير. مساء الخير جولنار، كيفك اليوم؟ مساء الخير عليكم جميعا، منور، وبحييكم من منطقه، مكان جديد، انا لسه اول مره اشوف المنطقه. يا كنك يا اخي من الكوبري يا شاب ولا من فين؟ المكان عباره عن عماره جميله جدا وفي وسطها خضره، بس من جوه الحي سقف قطارة، فمكان جميل جدا يعني. النهارده انا بعمل موضوعات كلها متعلقه بكاس الامير، اتمنى انها تعجبكم، اتمنى ان هي يعني تشغل خيالكم معايا. انا هدخل على طول في اول موضوع دلوقتي. نعم هو انا عندي اول موضوع هو الناس اللي هي بتتاثر او ان هي بتتاثر تاثير سلبي بكاس الامير، وكان اولهم بنيد، لوران بنيد. نعم. طبعا احنا عرفنا ان هو هيسيب نادي الخرطيات. وهو دلوقتي هو واضح ان هو انت حرقت الدنيا دلوقتي. ما هو انا بنحاول ان احنا نجيب برضو الكاريكاتير يحكي الاخبار اللي موجوده. نعم. هو دلوقتي هو انا مصوره ان هو الضحيه الاولى او اللي هو الاول. نعم. للكاس، يعني في ثاني انت تتوقع؟ هو عودنا كاس كتير. الامير في البطولات اللي فاتت ان بيبقى فيه كتير. نعم. يعني في كتير الانديه بتغير كتير بعد البطولات القويه، مش بس كاس الامير، اي بطوله رياضيه يعني. صحيح صحيح صحيح، يعني بالفعل شهاب يمكن يعني رسمك يحاكي واقع،
ويمكن حتى يعني هي نهاية موسم خاصة دائما ما تكون آخر مباريات. تفضل عندك إضافة على هو أنا كمان يعني استعرت الجملة بتاعت الأفلام العربي القديمة اللي هي الأول يعني هو ده عندنا الأول فده برضو استعارة من الأفلام العربي القديمة. فن في فن يا شاب. شكرا لك. شكرا لشاب. أكيد راح نرجع لك للرسم الثاني والفكرة الثانية، لكن على ما يبدو أن لازم جدول. نشوف ها جدول المباريات لازم نشوف مباريات كأس سمو الأمير. يمكن عنا هون مشاهدين. أوكي الريان على الحيطيات والسد والوكرة والجيش الخور الأخوية والغرافة الأقوى أنا أتوقع الأخيرة الأقوى من الأربعة. بعدين التاريخ سبيشال 5-5 يعني أتوقع مباريات بتكون جدا قوية. 5-5 السبت الجاي 5-5 يعني تاريخ مميز وربعنا يعني ما شاء الله في الخليج يحبون الأرقام هذا اليوم. يعني أتوقع أن خمسات تكون مباريات ولا شيء. خمسات خلصت راحت. يعطيهم العافية يعني والله أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني نروح للمنافسة خالد. صحيح. أهم شيء نروح للمنافسة ولا الفوز الكل فايز بالأجواء الجميلة هذه اللي عايشينها إحنا. يعني عموما يعني مباريات كبيرة وإن شاء الله نشوف التوفيق. إن شاء الله تنجح توقعات. إن شاء الله تنجح إن شاء الله. بالحديث عن التوقعات بعتقد هلأ صار وقت القرعة للنتيجة أو يمكن القرعة بعد مش جاهزة فمنشوف روبورتاج من ضمن التقارير يلي عم نفرجيكم إياها بكل حلقة. ومثل ما لاحظنا يعني عم نجرب نشوف أيضا القطريين الموجودين خارج الدوحة كيف عم بيكون انفعالاتهم مع هالبطولات. لهيك رح نتابع نحن وياكم تقرير بعنوان السفير القطري في المنظمات الدولية سعد المنصوري. في قلب وسط أوروبا وتحديدا في العاصمة النمساوية كان عبير الدوحة يغدق على المكان ربيعا شرقيا. كانت السفارة القطرية على موعد مع الوطن الأم في نهائي كأس سمو ولي العهد، فرغم بعد المسافة إلا أن المكان يلهج بذكر الدوحة. رافقنا الدبلوماسي القطري المخضرم علي المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا وأكثر الشخصيات الدبلوماسية نشاطا هنا لنعايش عن قرب يوما في حياته مع موعد كروي من أجل الوطن. كان الحديث الباسم معه يكشف عن غربة لم تغير شيئا في قربه من وطنه الساكن في قلبه. وغير بعيد وفي جلبة شوارع فيينا اجتمع فتيان قطر والسعودية والأردن بالقرب من السفارة القطرية لمشاهدة مباراة القمة. كان المجلس يصدح بشاشة قناة الكأس التي لا تفارق آل البيت. تسمر الجميع أمام دوي الكرة وانقسم الجمع بين مناصر لعيال الذيب يتزعمهم الفتى القطري فهد موسوعة في تاريخ السد يعرف كل شيء عن النادي وهو الفتى الذي لم يعش في الدوحة إلا سنتين أو يزيد. السد يعني فريق قوي ويعني فاز على فريقين كوريا وثالث في العالم خذا ويعني لعب ضد برشلونة ويعني يلعب ضد أقوى فريق في العالم بس يخسر 4-0 يعني فريق زين. في الزاوية الأسدية الريانية كان مشعل حاملا لواء الأسود قلبا وقالبا واتخذ دمية الأسد شعارا له. والله الشوط الأول الريان لعبوا أحسن كثير من السد، جتهم هجمات كثير ما قدروا يجيبوا أجوال ضيعوا فرص كثير. الشوط الأول كان الريان والشوط الثاني كان للسد، بس في الشوط الثاني جابوا جول الريان وبعد جابوا السد بس ضاعت فرص كثير. اليوم المباراة كانت حلوة لكن في الشوط الأول الريان كانوا ضاغطين على السد، لكن في الشوط الثاني حنا ضغطنا عليهم كانت فرص كثيرة ضيعنا وخلفان لعب مرة كويس اليوم. لم يجنح الدبلوماسي القطري في كياسته السياسية أن يكشف عن ميوله للكتيبة السداوية أو الريانية بعد أن تفرق أبناؤه بينهما، لكنه سعيد بهذا اليوم الذي يمارس فيه آل البيت قطريتهم في حميمية لن تفقد الغربة بريقها.
والله طبعا انت شفت الاجواء كانت كثير حلوه، لكن مش مثل طبعا مثل في بلدنا الحبيبه قطر، لان مهما كان الاجواء هناك تختلف، لكن الحمد لله احنا حاولنا نسوي لهم جو. عندي المجموعه ما شاء الله الشباب نصهم سدويين، ومشعل اليوم مال مع ريان، فكانوا طبعا مشكلين ثنائي ويتحدون. حاولنا نهيئ لهم الجو طبعا من وهي صراحة قناة الدوري والكاس مشكورة مخلية مهونة عليهم غربة الوطن بالنسبة للرياضة وللدوري والأمور الدوري، لأن الجيل اليوم ما شاء الله الجيل الشباب جيل متعلق بالكورة بشكل رهيب. وطبعا بعد الإنجاز الكبير اللي حققته قطر بفوزها 2022، طبعا ما في شك أنه زادوا تعلقهم كثير بالكورة، طبعا هاي كان مفخرة لكل القطريين. انتزع الريان الفوز عن جدارة، وبقي السد سدا منيعا لتبقى هذه المباراة ذكرا جميلة في حياة عائلة قطرية مغتربة. عاش قطري النمسا نهائي كأس سمو ولي العهد بنفس الروح والحماس، فقد حزن فهد السداوي وانتشى مشعل الرياني، لكنه ديدن الكرة، يوم لك ويوم عليك. من فيينا عيسى طيبي، قناة الكأس. نشوف مين الربحان، ولكن خالد قبل ما نعمل السحب يلي هو عن سؤال امبارح، خلينا نرحب مشاهدينا نحن وياكم بضيف حلقتنا اليوم الحكم جمعة العلي. يعني مثل ما عم نعرف نحن وياكم عم بيصير في كثير حكي عن الحكام والطاقم التحكيمي يلي عم يكون لهم اهميه كثير كبيره بالمباريات. اهلا وسهلا فيك كابتن معنا. الله يحييكم وتشرف بحضوري معكم في هذا البرنامج اللي فعلا ناجح. مبارك الله يبارك حياتك. نكمل حديثنا معك، ولكن عندنا سحب، كان عندنا سؤال امبارح كابتن يلي هو عن ضيفنا جاسم الهوادي، بأي موسم لعب مع نادي الريان القطري؟ فهلا رح نشوف النتيجة. اليوم دورك خالد، أنا بعمل لك هون هيك. عملي صح عاد. عم شوف الكاميرا عم تشوفهم. ها؟ شوف عم نشوف المفارقة بين امبارح إنه كان في ورقة واحدة. حركي الموضوع. شخص أكثر من هيك. خلاص خلاص خلاص. تفضل. سوين أنت في صالون. أوكي. الفائز معنا بال 2000 ريال على سؤال جاسم الهويدي هو براء العبد الله. براء العبد الله. براء صح؟ براء والعبد الله. براء العبد الله عموما مبروك على الفيسبوك. فايز معنا عن طريق المشاركة في الفيسبوك، مبروك لك ال 2000 ريال. خدي 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 لك. هلا خالد حلوين، ما في أي مشكلة. عموما مبروك يا براء، ونعود أكيد إلى الضيف، ضيفنا العزيز بكل تأكيد. تسلم كابتن. يمكن شاهدنا مباراة نهائية وكان هناك التحكيم القطري متواجد، والكل أثنى على التحكيم القطري خاصة في أصعب لقطة كانت موجودة المباراة، المساعد أوفسايد. الثاني والأوفسايد اللي حسبه حكم صغير في السن، يمكن من الأصغر موجودين في العالم. 23 سنة. طالب شيء جميل جدا. هو بداية اسمح لي على الاستضافة أكررها مرة ثانية. نعم. بالنسبة للطاقم التحكيم، يعني أنا شخصيا من الأشخاص اللي كنت قبل أسبوع متوقع تعيين بنجر بالذات. نعم. لأن كان بنجر بالنسبة لي كمراقب وكمتابع الدوري هذه ومتابعهم كحكام. نعم. بنجر كان أهدى حكم في الدوري العام، مشاركاته في الدوري ومباعدة مبارياته أنا تحسيت أنه راح تتأهل أن يدير المباراة النهائية، والحمد لله فضل بالله سبحانه وتعالى أنه فعلا توقعي كان محله. جي حق المباراة، شوف أي حكم بالنسبة في العالم كله المباراة النهائية حق أي طاقم تحكيمي من أسهل المباريات، في حال واحد أن الحكم ما يرتبط وما يطلع مع المباراة، يعني خليه مع ركم المباراة. فكانوا الطاقم أول مرة شباب صغار، وصراحة إن أنا فرحت وتمنيت صراحة الوجود، لأن هذول الشباب اللي أبرزوا وما قلل من شان المجموعة اللي موجودة، فلله الحمد أثبتوا وعطونا حنا كقدماء أن الجيل اللي حيجي يكون أفضل. نعم جميل جميل جميل. أنا حابب أسأل سؤال بعد، بس قبل ما أعطيك الكرت
مال سؤالنا احنا عندنا كرت اسود مو كرت احمر ولا كرت اصفر، كرت اسود عندنا في البرنامج. بس نذكر مشاهدينا بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، لان قاعد يقولون شباب شنو سؤالكم اليوم. سؤالنا متى حكم الحكم القطري الدولي السابق جمعه العلي المباراه النهائيه لكاس سمو امير بلاد المفدى، متى حكم المباراه؟ متى حكم؟ ما أقول لك اختار من ثلاثة 94 و96 هم يختارون. لا 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 نساعدهم عدوا إحنا. عطتهم ثلاث احتمالات. بنساعدهم. أوكي أنا بحب أسألك، يعني مباراة نهائية تحكمها والكل بتابعها على أعلى مستوى من دول الخليج في الوطن العربي، أجواء الحكم قبل المباراة النفسية تخيلها شلون؟ هي شوف هي مجرد ما يبلغونك أنت كحكم عن النهائي انت هنا تكون يعني بين فرحه وبين خوف وربكه. انت فرحان لانك انت اخذت مكافاه موسم كامل. الشغله الثانيه اللي هي انك لما انت تجي المباراه قبل المباراه وتشوف الناس اللي حواليك، هذول الشباب اللي كنا موجودين معانا يعطوني دفعه ان المباراه يعني رغم انها نهائي الا انها يعني نفس اي مباراه. فتقول يعني نهايه تشريف سيد سمو الامير والجمهور صحيح. والشغلات هذه، لكن بالنسبه للحكم هي متعه. صحيح. يعني الحكم في المباراة النهائية يمكن أن أقول لك اللي هو أسعد شخص بالملعب، لأنه ما عنده مشكلة، هو يبي يبرز، يبي يروي الناس، يبي يقول لهم شوفوني، يعني لابد أن هو يتعايش. يعني إحنا أنا لما حكمت في النهائي بدون ذكر التاريخ حقيقة يعني ثلاث أيام، لأن جزاهم الله خيرا بلغينا من قبل والشباب عارفين أن كنت طالما أن جمعة موسم أوكي هو راح يأخذ النهائي، فلما جاني بلغوني كان بالنسبة لي فعلا تعرف بدر فيه نوع من الخوف والشغلات هذه، لكن بالعكس كان الشباب واقفين معاي تشجيع ليلة المباراة، اتصالات حتى من رئيس الاتحاد كان فيه مثل ما يقول يعيشونك الأجواء. فأنت لما تروح الملعب وتشوف العالم اللي رايح واللي جاي وربكة جماهير خلاص الرهبة تبدأ عندك عادية، فما بالك عدو تدخل الملعب قبلها بربع تقريبا بساعة إلى ربع ساعة تتمشى صح. بالملعب تشوف جاية الجماهير قاعد اللي جالس واللي كذا خلاص تبدأ عندك الأمور طيبة. كابتن يعني شو رأيك بالحكام الشباب اللي بيديروا مباريات الدرجة الأولى، مع العلم طبعا أنه دائما الحكام المفروض يكون لديهم خبرة السنوات يعني، وعم باستثناء طبعا أنا حستثني طالب سالم لأنه هن قالوا هو صغير في العمر ولكن كبير بقراراته. قرارات صح. هو شوف هو عمليه التحكيم ما في صغير وكبير، هي توفيق من رب العالمين حق اللي يبدا مشوار التحكيم. اكيد هو ما بدا الا انه واثق من قدراته، ما دخل المجال هذه الا هو عارف انه راح يواجه صعوبات مثل اللي قبل اللي واجهها. فالتحكيم ما في صغير وكبير، التحكيم فيه توفيق من رب العالمين، فيه اجتهاد، يعني فيه المحاضرات. التحكيم ما يتطلب الخبره، هذا هو السؤال. هو شوف الخبره في مجال التحكيم حتيجي مع السنين مع المراحل السنيه. فلما انت تبدا من البراعم والاشبال وهذه خلاص انت صار عندك مثل ما نقول احنا السلم بديت فيه، يعني خلاص لما توصل الدرجه الاولى خلاص كنت انت يعني مثل ما يقولون اخواننا المصريين شرب بالشغله زين يعني خلاص تعود عليه. فما في شيء، بالعكس الحكم متطور. شوف اذا الحكم ما يطب في مطب بمطبين الثلاث خلال مسيرته التحكيميه ما راح يوصل لازم يتعرض للمواقف هذه. طيب كابتن، يعني نحن بنعرف الحكم عم بيكون دوره وشغله بالملعب خلال المباراه، ولكن في مباريات انت ما بتكون حكم، بتكون يمكن بالبيت كمشاهد عم بتتابع هالمباراه وتشوفها، وبصير في قصص يمكن من الحكام ممكن تظلم فريق او ممكن تساعد فريق وتكون خطا. فمثلا انا بدي اسالك على شيء السنه الماضيه بمباراه كمان نهائي او قبل النهائي لكاس سمو ولي العهد، كان في مباراه العربي والاخويه، وحضرتك كان عندك تصريح وقتها وتعليق على قرار الحكم للهدف يلي سجله بعتقد كابوري وقتها، وقلت انه قرار الحكم كان خطا وهذا الشيء هو يلي ساعد العربي انه يتأهل. فبهيك شيء يعني شو التعليق على هالموضوع وعلى هيك اخطاء ممكن تصير؟ لا هو مش تعليق قد ما هو متابعه كمراقب كمثل ما تقول وجهه نظر فقط لا غير. لو نبدا نرجع من سؤالك من بدايته اللي هو ما في حكم، ما في شيء في كره القدم في شيء اسمه الظلم. يعني نبعد الكلمه الظلم هي عن الرياضه. قد يكون سوء تقدير يعني تمركز الحكم، عدم التوفيق. كلمه ظلم في الرياضه المفروض ان انا من الناس اللي ما ايدها. يعني مع احترامي واحد قال جريمة، لا أخي هاي رياضة. قد يكون الحكم جريته خطأ، أموره يعني متابعته موقفه ما ساعده. نقول خلينا في خانة الرياضة، دائما نستخدم مصطلحات تكون الرياضة. يعني كلمة ظلم في الرياضة مو بحلوة، أو أنه ارتكب جريمة، لا ما ارتكب، عدم التوفيق.
زاوية الرؤية متابعته أوقات تلقى الحكم المباراة اللي تكرمت ذكرتيها الحكم كان نوع ما متعالي يعني أنا كحكم أقيم الشخص اللي قدامي الحكم مش في شخصه في التسعين دقيقة أنا ما تكلمت في التسعين دقيقة أنا تكلمت في التسعين دقيقة في حكم لكن برا الملعب بعد المباراة الأمور عادية جدا ممكن أتناقش معك إذا كنا أنا مخطئ في تحليل للمباراة لكن الكل الآن يشوف ما شاء الله إحنا قناة الدور الكاس عندكم فوق ال 12 كاميرا فلا 32 كاميرا يعني لا يمكن أنا أجي وفي فاول يعني لعبة خطأ مثل مباراة الريان وأقول لا القرار الحكم سليم استحالة صحيح. فالناس لهم الناس الآن بدوا يفهمون الأول بين يعني على أيام لكن إحنا ممكن نمشيها لأن عدد الكاميرات كان شوية كان ممكن نمشيها على ما أمل الحين ما في أمل يعني خلينا نكون واقعيين شوية ما أنا هذا اللي بدي أسألك يا كم بدي أسألك يعني بتعتقد أن الضغوط على الحكام اللي كانت في السابق ما زالت موجودة أو كيف تختلف عن وجودها الآن بوجود الكاميرات بوجود الفضائيات يعني قبل ما كان عندنا مثل ما قال بدر هلأ نحن عندنا 30 كاميرا يعني ممكن نشوف الخطأ بس حطي اسمحي لي حطي تحت كلمة تحت الدعم حطي 10 خطوط قبلها الدعم يعني الآن الدعم غير عن الدعم في الماضي الدعم كان مش يعني مع احترامي ما كنا بذاك الدعم لا كنا دعم اشخاص مواقف معانا مسؤولين او لا الان صار عندك العمليه صارت يعني خلاص ما عاد كنا في قريه ما عاد في بتخبي شيء او انك بتاخذ قرار بالملعب غلط او انك لا خلاص انت مراقب سواء بالملعب سواء برا يعني الان الكل يفهم مع احترامي الحمد لله جزاكم الخير انتم والقنوات الثانيه بديتوا خلاص الان ما في يعني استحاله الحكم مثل اول احنا ممكن نمشيه احنا كنا نتصرف تصرفات بالملعب احنا كزملاء مع بعض لما انا اكون مساعد وحكم اشوف زميلي بيغرق او على ما نقول احنا بيخرب الدنيا بكلمه حلوه ابتسامه نتحرش ببعض بحيث ان انا اطلع زميلي من التوتر لانه مش هو لاعب هو حكم هو هني كنا احنا نتصرف تصرفات غريبه جدا لكن مع ذلك نحاول نعيش الحكم الساحة أنك ليش متوتر نعم. عيش معانا كابتن يمكن حتى يعني التقنية الموجودة واليوم 32 كاميرا وأكثر أكيد حتى تخلي الحكم ما يقع في موضوع اتهامه بأنه محابي لأي نادي لأنه كاميرات موجودة الناس نعم. بدأت تفهم اليوم البرامج والإعلام قاعد يعني يضخ كمية من المعلومات بالنسبة للتحكيم والكل صار واعي راح نرجع لهالنقطة والحكام اللي ما أدري شو أقول لك يمكن يحابون فرق على أخرى لكن سابقا لا 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 راح تريد أكيد راح تريد لا راح تريد أكيد لكن خلينا نشوف الأخوان في مونتريال من كندا الشباب القطريين اللي معايشين هالبطولات معنا مو بس في الدوحة راح نوصل لكم برا الدوحة يا القطريين ويا العرب والخليجيين والكل اللي حاب يتعايش معنا في الكاس والناس من خلال أغلى البطولتين الحماسة لكأس ولي عهد قطر امتدت إلى مدينة مونتريال الكندية وحضرها الطلاب العرب مباشرة في المقاهي العربية رغم برودة الطقس ورغم موسم الامتحانات والله احنا هلا بمونتريال عايشين بلاد غربه وكذا ولما نشوف ماتش زي هيك بذكرنا بالايام الحلوه اللي قضيناها بقطر وكذا بعدين انا كثير بحب نادي السد كنت لما كنت عايش بقطر وبينما كان هناك مشجعون لكل الفريقين الى ان البعض منهم توقع فوز فريق الريان الريان عم بلعب كثير يعني مع بعضه كيونت واحدة وكتير عجبتني ومسيطرين على المباراة وكل الفرص رايحة لإلهم الله أخيراً الواحد انبسط نلاقي فرقة مسيطرة تفوز بالمباراة يعني وخصوصاً في الشوط الأول كان الريان يعني أحسن الفريقين يعني مرتاح كان هو اللي مسيطر على اللعب ويعني الواحد في الأول كان خايف إنه ضيع فرص كتيرة قدام المرمى بس الحمد لله يعني إنه هو قدر يشد في الشوط الثاني وقدر يفوز يعني المتابعون العرب والقطريون للكرة القطرية في مدينة مونتريال تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم ويقولون بأن الحماسة التي شهدوها اليوم ما هي إلا نتيجة لجهود قطر لتحسين مستوى أنديتها عبر السنوات الماضية كندا جيوش الكاس مونتريال ما
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ونقول لكم هلا وهلا، مو واحدة ثنتين فيكم يا أغلى مشاهدين قنوات الدوري والكاس في برنامج الكاس والناس خمسة. أجواء جميلة يعيشونها أخواننا العرب والقطريين اللي متواجدين الآن خارج الدوحة للعمل أو الدراسة. بطولة غالية ما تفارقنا وين ما رحنا. نرجع لصديقنا والحكم الدولي السابق جمع العلي. طبعا الحين قناة الدوري والكاس صارت نفس الرادار اللي نعم. في الشوارع والطرق العامة، الرادار اللي مثل تعدى السرعة القانونية يصورونك. حلو. ف 32 كاميرا تصور كل ما يدور في أرض الملعب. نرجع للتحكيم. التحكيم لا، الحين عندنا في قطر يتبنون المواهب الصغيرة، يعني أصغر حكم في العالم قطري مثل ما أنتم عارفين، طالب سالم يعطي العافية مبدع بالنهائي. انت كلمتك للحكام الجدد اللي ناويين يدخلون عالم التحكيم مع الدعم الكبير هذا في الاستمراريه، كيف انه يستمر ويكون حكم اول شيء محلي وعقب ايضا يصبح عالمي يشرفنا في المحافل الدوليه؟ بداية راح اضيف معلومه، الطالب مو اول حكم قطري يدخل على القائمه كاصغر كسن. اوكي، ابراهيم المحمود دخل اعتقد عمره كان 24 سنه. نعم. ابراهيم المحمودي عندنا دخل عمره 24 سنه وكان اصغر حكم في العالم، في القائمه في الاتحاد الدولي. الان بعد ولله الحمد جانا طالب سالم كذلك اصغر. عمليه انك كيف تواصل انت، احنا يعني يمكن من الناس اللي طبعا احنا اعتذر واتشرف ان اعتذر حق الاستاذ ناجي الجويني من خلال قناتكم هذيك، قد نكون احنا الان اثبت لنا الاستاذ انه كان هو على حق. نعم. انك انت لما جبت تطور حكم مش بالسهوله اللي كنا احنا معتقدينها، قد يكون احنا يعني انتقادنا حق الاستاذ ناجي بنوع من مثل ما تقول الاندفاع بشغلات هذه، لكن لما شفنا حكام جدد على القائمه الدوليه والان لله الحمد عندنا حكام بالعدد اللي كنا نتمنى ان شاء الله في زياده. بدات تطوير التحكيم من المدارس، من طلبه الجامعه، من اللي عنده موهبه راح يواصل. التوفيق من رب العالمين ما نختلف عليه، لكن هناك في اصرار، هي عمليه انك انت تواصل. يعني دائما التحكيم كره القدم مثل ما قلت من البدايه مطبات. استمراريه. الاستمراريه هي مع تحمل المطبات اللي تجيك، تحمل، لان انا لما ابي احمي حكم ابعده، يعني لما تصير عنده اي مشكله في المباراه من المباريات اريحه، مش اريحه كايقاف، اريحه في المباريات اللي جايه بحيث ان اسبوع اسبوعين او يعني ما ابعده رابع مباراه الفئات السنيه على اساس ان اخليه استمراريه، بس ما وقفه كخطا، لا لا، انا اعطيه فرص بس بعيد عن الاعلام، بعيد عن هذه بحيث انه هو يرد ياخذ جرعه. يعني اسمح لي بدخلك في موضوع ثاني. في المباراه النهائيه بنجر الدوسري، صدقني مستعد اجيبك اللقطه في دقيقه 20، دقيقه 20 الشوط الاول. نعم. لما جه خذ نفس انا قلت له خلاص بنجر دخل في المباراه، في اجواء المباراه دقيقه يمكن لو بتشوفونه في دقيقه 20 بالضبط خذ نفس. لاحظت ما حد لاحظ الشغله هذه، خذ نفس. لا 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 نفس في لحظه ان اللي خلاص الشحن اللي عنده والتوتر اللي عنده ستريس خلاص خلاص مش مع المباراه، ركم المباراه تنفس صعده. ايوه خلاص هو حس نفسه اخذ نفس الان انه هو يبدا يكون كحكم ما عنده مسؤوليه، هو عنده مسؤوليه من البدايه لكن خلاص عاش. فنبدا تدريجيا. طب كابتن انت هلا حكيت عن ناجي الجويني، شو رايك باللي بيقدمه ناجي الجويني يعني كرئيس لجنه حكام قطريه؟ وانت انا حسيت يعني في بكلامك شويه عتب او نقد. لا 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 طبعا مو اعتذار للاستاذ ناجي، مش عيب من طالب يعتذر حق استاذه، هذا كنت اخطات في حق الرجل هذه، لكن اثبت لنا انه ولله الحمد فعلا في قاعده تحكيميه. لما انا شفت طالب سالم وشفت سالم النعيمي ومعاهم ما شاء الله شباب مجموعه، لقيت ان هناك في شغل فعلا، لكن يمكن احنا على اساس مبتعدين نوع ما عن اللجنه ما قاعد نشوف شغل الرجل هذه. الان انا لما اقول اعتذر من استاذي فمش عيب في يوم من الايام اذا انا اسات له او انه يتقدم، لكن اعطانا درس. انا ما ننتقد الا لما نكون احنا في وسط العمل. صح. ننتقد صح. العمل لما نكون احنا وسط العمل على اساس نعرف الاخ مع احترامي حق مثلا بدر ايش قاعد يسوي. لما اكون قريب عند الاخو بدر مع احترامي ولا خال انا اعرف ايش شغلهم، مش من برا ومجرد سمع ومجرد كذا شيء. لكن اثبت لنا الاستاذ واثبت لنا الحكام القطريين ان التحكيم ولله الحمد بخير فعلا فعلا. طيب كابتن يعني بنعرف اللاعب يمكن بس يتوقف عن اللعب يمكن بيتوجه نحو التدريب او يعني اي شيء مرتبط بالكره وبالفرق،
الحكم من بعد ما يتوقف عن التحكيم بالمباريات، شو أقرب القصص يلي ممكن يمارسها؟ وخصوصاً منعرف يمكن حضرتك توجهت شوي نحو التحليل الرياضي. نعم. عندنا إحنا قاعد برشك لاعبين، يعني كان عندنا محمد إتهام حكم شارك معنا، إبراهيم الرميحي، حسن جوهر، ذولا كانوا لعيبة كانوا في المنتخب. فلما جو التحكيم شالوا عنا احنا في الفتره اللي احنا موجودين فيها، الثلاثه ذول شالونا بمعرفتهم لعلاقاتهم بخبرتهم كلعيبه بتعاملهم، احنا قاعدين نتعلم، هم قاعد يعطونا دروس بدون ما يدرون هم او ما يحسون. فانك بعد الاعلام والكاميرات والقناه الدوري والكاس والامور هكذا، الان الكل قاعد يحب ان يكون حكم، صارت العمليه جد. الاول يعني لما تقول حكم حرام تنسب وبتتبهدل، مش الكل ما راح تسلم. نحن قبل يومين كان معنا جاسم الهيل مدير امن الملاعب، انا سالته سؤال، قلت له هو كان حكم سابق، قلت له بتتمنى ابنك يكون بالمستقبل حكم ام ضابط؟ قال لي ضابط. واكيد هو النظر للنظره العلميه، هو كدراسة كعلم مستقبل. التحكيم يعني كم تكلم، يعني احنا مشينا في المجال تقريبا 20 سنة بس الحكم كثير ملام وكثير عليه عتب، او شغل هي شغله لما انت مثل متى ما تكونين انت تطلعين من اجواء الملامه، لما يعني في نوعيه حكام مثلا المباراه اليوم، ثاني يوم انا اتواجه مع الاخ بدر ومع الشباب، هذه ينتقد وهذه ينتقد، يطلع من اللي عنده يعطيني اتعلم من الاخ بحيث ان انا اواصل، انا امشي مع العصر هذه. التحكيم مو يعني ذاك المشكله، لا هي التوفيق من رب العالمين وحب الشغل، يعني اي مهنه انتم لما تحبون الان كاعلاميين تحبون المجال هذه، لله الحمد، الحمد لله السمع عندكم ممتازه، دليل انكم انتم وقفتوا على ارضيه صح، الشخص اسس نفسه صح. يعطيك العافيه اخوي جمعه، صراحه حديثك جدا جميل وتلقائي وعفوي، واعتذارك للكابتن ناجي الجويني هو من شيم الشجعان والرجال، لأن الاعتراف بالخطأ يعني صراحة من شيم رجال شجعان، وأنت شجاع واستمتعنا باللقاء معك، تبي تقول كلمة أخيرة لأن احنا خلص اللقاء؟ لا طبعا في بداية شاكر لكم هذا اللقاء، وحنا من المتابعين لكم، ويمكن أوقات حنا ننتقد أو نحسدكم على الجلسة الحلوة هذه اللي بينكم، اللي ما شاء الله عليكم كإخوان ما يبين عليكم أنكم كم مذيعين، وخاصة ما شاء الله المرح هذا اللي لاحظته، ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله دائما اجمعين ان شاء الله. يعطيك العافيه. طبعا انا والس وجنار وخالد نكمل بعض في نجاح هذا البرنامج اخوان، ودائما ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله. خلونا نشوف التاريخ قبل شنو صار في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم 28 من ابريل عام 2009، الرئيس الامريكي باراك اوباما يختار العالم الحائز على جائزه نوبل احمد زويل ضمن مجلس الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا. في عام 1926 احمد نامي بيك يتولى رئاسه سوريا. اما في عام 1939 اودلوف هتلر يعلن الغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق ان وقعه مع بولين. وفي عام 1969 الرئيس الفرنسي شارل ديغول يستقيل من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السياسي. ويصادف يوم 28 من ابريل مولد لاعب كرة القدم الايطالي والتر زينجا عام 1960. وفي عام 2000 نال الغرافة لقب كأس سمو ولي العهد بعد أن تغلب على الريان بالركلات الترجيحية بتسعة أهداف لثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
شكرا لكم يا احلى ناس اللي تتابعون برنامج الكاس والناس، واكيد استمتعنا بضيفنا اللي رحل عنا منذ قليل الحكم السابق جمعة العلي، وحديثه كان ممتع وشيق. وايضا هناك تفاعل على سؤال حلقتنا اللي يقول متى حكم السيد والكابتن جمعة العلي نهائي كأس سمو الامير، متى حكم النهائي متى؟ اكيد في اجابات موجوده، والاخوان ما شاء الله عليهم قاعدين يشاركونا بشكل جيد. في مشاركه من براكان يقول 1996 كانت المباراه بين الريان والغرافه، المشاركه كانت يعني ما شاء الله عليه شكله الريال عارف الامور بشكل جيد. وعلى فكره في مشاركات كثيره ثانيه بخصوص الدوري، في ناس يقولون بدر شكلك غير في الثوب والغترة 180 درجة في الصورة اللي حطيتها طبعا. حاضرين. وفي أيضا مشاركة بخصوص الدوري يقولون لك بابا أركو خذ 200,000 من العربي وفسخ العقد معاهم، هذه طبعا مشاركة من الأخوان. جمع العلي ناجي الجويني قدم مجموعة الحكام ميزين، هاي طبعا الأخوان على طول ينزلون الأخبار أول بأول عبر تصريحه طبعا المهم. وللأسف أو للأسف صح اللي قال تأسف من ناجي الجويني ويشكره على الحكام صحيح. البارزين اللي شفناهم في فيسبوك. أنت أعطيت ربع تويتر، الحين نرجع حق ربع الفيسبوك. بس قبل أن أخذ تصاريحكم وإجاباتكم ذكر الجمهور اليوم أطلع سبت ويكند، يعني اليوم كتارة الأجواء جدا جميلة وحلوة، حياكم الله في كتارة. خالد أعزمكم على أحلى مطعم مع الربع إن شاء الله. نأخذ إجابات الشباب في الفيسبوك. عندك صلاح النوير يقول موسم 95-96 بين ريان والغرافة، وأيضا أيمن وهادي الجواب هو موسم 95-96 النهائي بين الغرافة والريان مع وائل العتبي يقول بدر يا ريت تستضيفون يونس محمود ونشأة أكرم مع بعض، إن شاء الله تدلل عيني بنجيبهم. عندك أبلة أحمد، أبلة أحمد مكتوب أبلة أحمد ولا أبلة والله ما أدري، تركي تركي يمكن، يلا أحمد. المهم أحمد قال الحكم جمع العلي أدار نهائي موسم 96 عبلة أنا آسف يا عبلة، أنا قريت أبلة. أوكي أبلة حكمة تذكر المسلسل اللي قبل. يعطيك العافية يا عم موعدنا. وأيضا فواز الموسى، فواز أنت فزت من قبل شكلك طماع، بس فواز كل يوم تبي تفوز، عط فرصة لغيرك يا فواز. 95-96 كل التوفيق إن شاء الله لمشاركين برنامجنا كاس والناس في مسابقتنا اليومية 2000 ريال حلوين. وأيضا ذكر بمسابقة التصوير، يا ربع ما حد صور كاميراتكم وين، نبي نشوف فنكم. عبادلي ما تارك بس محترفين يطرشون لنا، بس الباقي ما يطرشون يا جماعة، شو السالفة؟ بعد بنسوي حق المحترفين، خلينا نشوف احنا بنقيمهم. حاضرين. اوكي ما في عندنا اي مشكلة. إشهاب ايش عنده يا سيدتي؟ خلينا نشوف إشهاب اليوم حامل موضوع الانتقالات للاعبين، يعني الرسم الثاني ايضا عم يكون على هذا الشيء. إشهاب شو الموضوع الثاني؟ شو الانتقال الثاني اللي عندك؟ الموضوع الثاني بس هو عبارة عن زي ما هو واضح كده بيسكو، اتمنى ان اكون موفق يعني في الرسم البورتري بتاعه ده بيسكو. لا حلو حلو. المباراه امبارح كانت عباره عن يعني اصل اقول ايه، الاداء بتاع العربي في الفتره الاخيره مش اداء مش جيد، انا شايف كده. وبالنسبه للعربي انا عارف ان هنا في كم مشجعين للنادي العربي كتير جدا ومن زمان، يعني مش من فتره قريبه يعني، ومتمسكين جدا بالنادي العربي، ونتمنى ان هو يعدي الكبوه بتاعته اذا كان هو او النادي الاهلي الاحلام او العميد. انا عندي هنا الكاريكاتير بيعبر عن ان الاحلام تبخرت امبارح، هي مش تبخرت بالنسبه للعربي بس في الحصول على كاس سمو الامير، لا هي تبخرت كمان بالنسبه لبيسكو، لان انا اعتقد ان هو كده يعني ما اعتقدش ان هو ادى زي اي نجم محترف موجود يعني. الاحلام تبخرت يا شاب، وعلى ما يبدو بان بيسكو ايضا تبخر مع العرب. ايوه صوره مميزه خالد،
يعطيك العافيه يا شاب. انا بدي اسالك سؤال على فكره على فكره انا الحديث عن التحكيم اثار فكره، ان شاء الله الفكره الجايه اللي هعرضها هتبقى عن التحكيم، فاحنا برضو مش هنتكلم عن الماتشات بس، هنعمل برضو استوديو جزء من الاستوديو التحليلي بتاعنا عن التحكيم. يعطيك العافيه. ابداعاتك يا بيكاسو برنامج الكاسو ناس خمسه. خالد هلا. انا امس سمعت تصريح من بيسكو يقول يعني انا 5 سنين لم انجح مع العربي، شو تعليقك على الموضوع؟ كعب الصفحه على 5 سنين تو يتذكر انه ما نجح. تعليق على الموضوع بدي اسمع تعليقك على الموضوع. والله شوف هو هيك بده انه يغير، بيروح على حدا ثاني، هيك بده يروح لنادي ثاني واموره بتكون اكيد. يعني مثل ما شفنا بتقرير بدر، كان بدر كان عم بيصور مع بيسكو، كان خبر حصري ونزل على كل المواقع بيسكو اللي هو رحيل بيسكو، ومبارح فعلا اعلن رسميا. نحن كنا اول ناس يعني كان لنا سبق برحيل بيسكو ولازم يضب شنطته ويرجع على الارجنتين. مشاهدينا مثل ما عنا حدث رياضي كمان عنا، او سوري خلونا نشوف احداث ثانيه بالدوحه اليوم. الدوحه اليوم تقدم أوركسترا قطر الفيلهارمونية مساء اليوم حفلا موسيقيا تحت عنوان سيمفونية لندن للمؤلف فرانز جوزيف هايدن في دار الأوبرا بكتارا. كما ستقوم الأوركسترا بعزف موسيقى لمقطوعات للمؤلفين الموسيقيين كلاود ديبوسي وبيتر هيربرت وريتشارد فانجر. تقام اليوم في معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية الساعة 6 مساء ندوة بعنوان كيف تستخرج القدرات الإبداعية من طفلك. إذن رجعنا لكم يا أحلى ناس مع متواصلين مع برنامج الكاس والناس. يمكن شاهدنا أيضا حدث في مثل أو حدث أو ما سيحدث في الدوحة اليوم، وخاطر أنا أروح أوركسترا عمري ما رحت، بس إن شاء الله بروح. وشاهدني يمكن لقطات وصور لغوارديولا ورحيله عن برشلونة بعد 4 أعوام إنجازات 13 إنجاز لهذا المدرب، وايضا عدم حضور ميسي الذي ذكر اني اذا حضرت راح ابكي امام وسائل الاعلام، وهو ما يبي ذلك، وبدل يمكن يحزن او يصيح الحين. لكن عموما خلينا نقدم ضيفنا الكابتن المخضرم اللي يمكن عاش فتره طويله في الملاعب القطريه، قدم عطاءات مميزه مع المنتخب مع الانديه اللي شارك فيها، كابتن يوسف ادم، واليوم نشوفه ايضا كمدرب. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك، يسعدني تواجدي معكم. اكيد الله يا كابتن. صراحه هو قال لك مخضرم طالعين تضحك، انا مالي شغل، هو قال لك مخضرم انت مخضرم وكبير طال عمرك ومدافع خشن، قاعد تقول لي انا بروحي قاعد هنا. اكيد بروحك مدافع، قبل الكتف عندك شغال 24 ساعه قانوني. الملعب قانوني اهم شيء قانوني. قبل ان نتكلم عن اجواء البطوله الغاليه، احنا نربط برنامجنا يومي ناخذ الاخبار العالميه، وطبعا خبر غوارديولا احزننا، بس نقول بكل فخر انه طلع وحقق انجازات كبيره. اتوقع يبيلهم 20 سنه الحكام الاخر، يعني مش الحكام، مدربين اخرين انه ممكن يحققون جزء بسيط من غوارديولا. انت الحين كلاعب سابق مواطن وايضا اتجهت للتدريب، غوارديولا شنو يعني لك انت كمدرب كمثال او قدوه يحتذى فيه؟ بصراحه هو كان كلاعب كان مبدع وعنده فكر وعنده قيادة، فكان سهل جدا انه يصير مدرب، لان فكره كان يبين هو كان يلعب. فلما اتجه للتدريب ولقى فريق مثل برشلونة، العناصر الموجودة في فريق برشلونة وعلى فكرة، يعني اعتقد ان الشيء اللي تحقق طبيعي جدا، لان مدرب ذكي، كان لاعب ذكي
ومدرب ذكي وقدر يوظف اللعيبه واللعيبه تقبلوا فكره وصراحه الشيء اللي سواه شيء مش بسيط وامتع العالم ويعتبر انجاز يعني اللي تحقق بالنسبه لبرشلونه في عهد غوارديولا والفرق الثانيه صارت تغلد برشلونه او طريقه تلعب برشلونه صارت فرق كلها تحاول تلعب على نفس طريقه وسيستم برشلونه وهذا شيء ينحسب لبرشلونه وغوارديولا شخصيا تك 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 لعبه برشلونه هذه لعب باص سريع روح استحواذ بس انت ما جاوبت على سؤالي انت شلون تشوف المدربين العالميين هذيل تاخذهم قدوه لك اكيد يعني مثل ما قلت لك ان كل اللي ذكرته لك ان الواحد يستفيد يعني اكيد يستفيد يعني ما ذكرت لك شيء هذا الا انا مستفيد من الشيء اللي صار قدامي واتمنى ان شاء الله لما تجينا فرص ان شاء الله نقدر نحقق الشيء اللي ان شاء الله عندنا. طيب كابتن يوسف خلينا شوي نبتعد عن برشلونه ونرجع انت كنت لاعب سابق بنادي الغرافه، شو رايك باللي عم بيصير بالغرافه هلا؟ ايام؟ هلا هاي الايام. حاليا في فتره انتقاليه تقريبا في لعيبه صغار وفي محترفين مش متغلبين مع الفريق نفس السابقين فاي فريق كبير يتعرض مثل ما تعرض حاليا غرافه بس غرافه حاليا يعتبر من الفرق المرشحه للكاس لانه فريق طيب انت شفت الغرافه بالدوري صح؟ اي نعم كيف كان رضاك على الغرافه بالدوري؟ والله كان شيء متوقع يعني من بدايه الموسم نهايه الموسم شيء متوقع اللي يشوف الفريق من بدايه الموسم طريقه لعبه ونتائجه يتوقع انه ممكن حتى المربع ما راح يدخله لانه كان شيء واضح يعني ما كان في رضا قصدك؟ لا حتى يعني النادي ما توفق في جلب لاعبين نفس حجم اللعيبه اللي كانوا سابقين واي فريق كبير يتعرض لشيء هذا وغرافه حاليا مرشح انه يوصل المباراه النهائيه انا من الفرق اللي لها خبره في الكؤوس يعني كابتن الى جانب ظهورك بنادي الغرافه بالسنوات الاخيره او هلا بالاحرى شفناك كمساعد مدرب للمنتخب القطري الاولمبي يلي لسوء الحظ ما كان عنده نتائج جيده وما تاهل لاولمبياد لندن يلي حيصير هيدا الصيف فيا ريت تحطنا شوي باجواء فريق كره القدم الاولمبي وشو الاسباب الاساسيه لعدم تاهله للاولمبياد والله الفريق اجتهد وكان في بدايه في الكابتن سيموندي الاتحاد القطري تعاقد معه في بدايه مرحله الاعداد وما توفق المدرب مع الفريق فتغير تم تغييره من سيموندي الى توري وتحسنت النتائج واللي ما خلانا نتاهل احنا فريقنا كان يحصل على فرص كثيره للتهديف وما كان في استغلال للفرص اللي كانت تسمح لنا فاغلب مبارياتنا كانت بتعادل فاعتقد ان الشق الهجومي كان هو النقص في الفريق. كابتن يوسف سوري خالد بس من سؤال اليس من سؤال اليس اللي هي دام انت يعني مساعد بالمنتخب بالاولمبي شو كيف بتلاقي الفرق بين اتوري وبين سيموندي؟ هو كل مدرب له فكره وكل مدرب له طريقته بس الاختلاف كيف توصل فكرك و مين انت يعني انت تعاملت مع الاثنين مين بتلاقيه خدم الفريق اكثر انا بالنسبه لي الاثنين استفدت منهم بس إن هو بالنسبه للاعبين اللاعبين طريقه تقبل المدرب وطريقه اقتناعهم بطريقه المدرب او الخطه اللي هو يعطيهم اياها فهي بالنسبه لي انا ما في اختلاف بس باللاعبين ممكن نختلف وهذا وضح انه من عقب صار تغيير صار فريق احسن نتائجه وصار عنده الجرأه شويه اكثر من الاول. يمكن احنا مساء كان معنا جمع العلي وكنا نتحدث عن حكام قاعدين يطلعون ويثبتون ويتواجدون في المباريات النهائيه واثبت الحكم القطري خلينا نقول الجيل الجديد بان هناك في قاعده للحكام القطريين وكانت مفقودة في السنوات اللي فاتت المدربين القطريين يمكن احنا كنا نعرف بس اسمين عبد الله السعد العماري يعني عبيد جمعة ويعني وترك سعيد المسند وسعيد المسند يعني أربع أسماء خمس أسماء يعني على أصابع يدك الواحدة وين المدربين الشباب وين ليش ما نشوفهم متواجدين مع حتى الفرق الرديف ما نحصل مدربين مواطنين يكونون موجودين في مدربين طلعوا بس ان اعتقد ان معظمهم او اغلبهم تقريبا اتجهوا الى المراحل السنيه اللي تحت في الانديه بس الثقه يعني اللي مش موجوده في الادارات الانديه في بالنسبه للمدرب المواطن هي اللي خلتهم ان يستعينون بهم في المراحل السنيه
ففي مدربين وحاليا اللجنه الفنيه عندها عمل كثير واعطت دورات كثيره للمدربين، فان شاء الله مستقبلا بيكون عندنا مدربين. يمكن على نفس بس على نفس الموضوع، هل تتوقع ان يجب ان يكون في قرار بان يكون الفئات السنيه هناك لا يجب ان يكون مدرب وطني؟ تتوقع أنا هذا راح يساعد؟ اكيد راح يساعد، لان هو بيكون اقرب للاعبين. نعم. ولنفسياتهم ولظروفهم المعيشيه، فاعتقد المدرب المواطن حتى الولاء للبلد، المدرب المواطن هو اللي بيزرع اكثر من الاجنبي. صحيح. لان ما اعتقد انه في مدرب اجنبي بيزرع ولاء في لاعب صغير حق بلاده اذا ما كان من اهل البلد. صحيح. بس في ملاحظه بسيطه ومعلومه بدي اقولها، ان الاتحاد القطري لكره القدم يعطي دورات تدريبيه للاعبين ايضا. اللاعب مسعد الحمد ياخذ دوره بعد مع الشباب، اللي عرفت انه بياخذ دوره تدريبيه. صح. وعادل لامي ايضا، واسف اذا ما ذكرت احد، بس اعرف ان مسعد الحمد يا ماخذ دوره. انا احب اذكر ايضا الساده المشاهدين بسؤال حلقتنا اليوم، الحكم القطري جمع العلي متى حكم النهائي الغالي لكاس سيدي حضره صاحب السمو امير بلاد المفدى اي سنه؟ الجواب كان بين الريان والغرافه، بس اي سنه؟ طبعا احنا تكلمنا معك يوسف عن انك انت كمدرب الحين، بس رجعنا كلاعب واجواء المباريات الكبيره. انت لعبت المباراه اللي كان يحكمها جمال علي؟ اي نعم. بس مو تقول اي سنة. مباراه تاريخيه. لا تقول اي تاريخ، بس المباراه هذه من اللي فاز فيها وعطنا اجواءها، وانت كلاعب كيف عشتها؟ بصراحه كانت ثاني سنه لنا في بطوله كاس الامير، نوصل النهائي وقدام فريق كبير، وكانت ترشيحات وتوقعات، يعني معظم من الناس كانت ترشح الريان، كان فريق كفريق قوي ووصل النهائي. واحنا كلاعبين عندنا ثقه في نفسنا ان عندنا ناس تخلص المباراه، يعني طول ما انت دفاعك بخير لا تخاف الهجومك، هجومك بيخلص. يعني كان عندنا صوفي وبهجه، وكان عندنا ثقه كبيره ان هالاثنين بيخلصون المباراه، فاللي علينا احنا ان نحافظ على المرمى. وكان مع ضغط الجماهير مع كم لاعب عندنا كانوا شباب اول مره يلعبون النهائي، فقدرنا نتغلب والله وفقنا وما قصروا الشباب يعني، بس كان نهاية تاريخ بالنسبة لنا. كابتن، نحن حكينا مع الشباب يعني ككونك لاعب، رح نرجع ونحكي معك ككونك مدرب، بس بعد هالفاصل. رجعنا مشاهدينا لكابتن يوسف ادم، ونرجع نسالك كابتن، شو حقيقه تدريبك لمنتخب الصومال؟ شو الموضوع؟ تجربه يعني، اي مدرب يعني عرض، فترة ذيك ما كان عندي اي شغل، مش مرتبط مع اي نادي، ففرصه يعني، لان طموحي كمدرب مستقبلا ان اجرب تجربه ان ادرب برا، ويكون عندي ستاف يعني كأي مدرب، يعني مش طموح اني اقعد في الدوحه كمدرب انديه كمستقبل، فقلت خلنا اجرب القربه وبعد عن الاهل وكيف اقدر امشي، فلقيت انها تجربه حلوه وفي نفس الوقت حلوه يعني، يعني تساعد ان واحد انه يتطور ويكون عنده جراه، وزين البلد عندك مستقبلا مدربين قطريين يدربون انديه برا في الخليج، فهذا زين حق البلد يعني، فكانت تجربه حلوه واستفدت منها. صح. انا احب بعد اسال سؤال يعني، انا مو عصبي، ليش تقولون عصبي؟ ما حد قال عصبي، ما حد قال عصبي، ما حد قال عصبي كابتن، هذه ورده صفراء عشان بس نتهدي الموضوع شوي، انت معصب قبل شوي تقول خطط عمرك قرفاويه هذه. يعني شوف انت مساعد، قلنا المدافعين وبرشلونه عندهم الاستحواذ والباصات، حتى احنا هنا المذيعين عندنا باصات بين اليس وخالد الجنار. الحين سالتك انت كنت مدرب، الحين مدرب حاليا، اعطتني الباص الحين اسالك، وانت لاعب ايام قبل اجواء المدافعين، قلت لي انا قبل شوي انا كنت لماح وليبرو مدافع خشن، تلمح بسرعه،
أهم صفة تشوف الحين بالمدافعين القطريين المتواجدين من ناحية الدفاع الخشن، عرفت؟ مان تو مان، تشوفه أكثر لاعب عنده صفة يوسف آدم أيام قبل. عصبت أفكر. لا قاعد أسوي سيرش في مدافعين كثير يعني. عطني اسم. بلال ومصطفى. بلال محمد ومصطفى عبدي. يعطي العافية مصطفى عبدي، صراحة افتقدناه كثير بعبدي، نتمنى يرجع بأقرب فرصة لأن المنتخب محتاجه، أيضا نادي الغرافة. بس خل موضوع الاحتكاك وهذا، هي قراية يعني لازم كنت تعليم اللعيبة الصغار قراية اللعبة، يحس في حس في الكورة يعني إنه ما يفكر في المهاجم، لا يقرأ اللعبة، لأن أوريدي في النهاية بتوصل على هذا، بس هو إذا قاري اللعبة وحاس فيها أعتقد إنه بيكون عليه سهل إنه يقطعها بدون احتكاك. كابتن يعني كلام بدر خلاني اطرح عليك سؤال، سنة 91 ليش ضحكت؟ انت تضحكين علي. طيب سنة 91 لاعب الغرافة، لا بثبت لك ان انا مو بعصبي. حلو كثير الحين السؤال اسمع، لاعب الغرافة مع العربي، والعربي جاب 9-0 يعني كان 9 أهداف نظيفة، انت بقلب الملعب، انا سمعت انه انت شطت راس ماركو وبعدين اندمت. اكيد شو القصه بالضبط؟ شو فيك تحكي لنا عنها؟ ما في داعي ان واحد يتذكر لان الشيء هذا موجود يعني انتر بيطلع يعني موقف الواحد انا يخجل يقوله، ف ندمت وكنت صغير وتعلمت وتاسفت من اللاعب وحتى من الناس اللي في النادي العربي تاسفت منهم وبس. تصير داخل الملعب يصير اكشن وايد يعني. كابتن يعني بما انه هلا هيك وقت الاعترافات عم بيكون واكتشفنا انه مزاجك رايق عكس ما كانت جنار خايفه من التعصيب والورد الصفراء هاي تحضير والورد الصفراء، خلينا يعني ناخذ منك كمدافع، مين كان المهاجم الاكثر يمكن اللي ما بعرف تفكر مرتين قبل ما تفوت على الملعب انه انت عم بتواجهه اليوم، او يمكن كان في هيك ما بدي اقول خوف وانا ما تحسب له حساب بالملعب؟ هو منصور مفتاح كان بدايتي، هو كان هداف ويعتبر يعني أسطورة في الكرة القطرية، وأنا صغير كنت معجب فيه، فمن أكثر المهاجمين اللي يهرب من المدافعين يعني، الحدث اللي صاير باصات في النص وجناح وهذا هو ما راح تشوفه، يتحرك 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 لحظة واحدة إنه هو جايب عليه جول، فكان صعب يعني انك تشوف اللعب تراقب وتراقب هذا، ففي مهاجمين ثانيين لا يعني ممكن يكون ضامن انه يكون حداك، وممكن الكوره ضامن الكوره وضامن المهاجم، منصور لا اذا انتبهت حق الكوره اكثر خلاص، فكان يشغل تفكيرك اكثر من اللازم، فكان صعب يعني، مع انه كان امكانيته كاستحواذ وحجز وهذا ما كانت، بس انه اذا فرط منك خلاص بيجي. كان سرعته يعني السرعه اللي بيتمتع فيها بالملعب. وقري يعني يقرا ويعرف وين يروح. صح. فكان بالنسبه لي هو اللي خلينا افكر فيه اكثر من الثانيين. انا سمعت بما انه اليس كانت عم تحكي عن منصور مفتاح، انا سمعت ما بعرف هي اشاعات يعني ما فيني اكدها او انفيها، انه منصور مفتاح ممكن يشارك عن قريب كمحلل في المجلس، انت شاركت من فتره بالضبط يعني ما بعرف بالضبط ايمت هي، بس تشاركت بالمجلس، كيف كانت مشاركتك؟ كيف كان انطباعاتك؟ هل فعلا في رهبه؟ كيف كان انطباعاتك يعني؟ طيب مش اقول لك انا، بس انا رايح هناك للتحليل، اتكلم عن المباراه، في بعض الشباب الموجودين يتكلمون عن المباريات وتحليل وعندهم شغلات خاصه بينهم، ف على قولتهم انا ما دخلني. انا ما دخلني؟ ما اخص فيهم. حلو، على طاري الاستديو التحليل، اشهاب على ما يبدو بان الفكره الثالثه هي تتعلق ايضا بالتحليل واستديو التحليل، اليوم ما حق لك بيكاسو، فاليك يا بيكاسو ماذا لديك؟ انا بتكلم عن التحكيم
وانا ليا وجهه نظر في الموضوع دوت ان التحكيم على قد ما التكنولوجيا خدمت جزء كبير فيه على قد ما هي برضو يعني بقت رقيبه عليه زياده عن اللزوم، لدرجه ان احنا لما بنتفرج على الاستوديو التحليلي القرار اللي بياخده الحكم في اقل من ثانيه بيبقى عليه رقابه جامده جدا، وما بنعيش الجانب ان هو الراجل ده يعني لازم مفترض ان هو يكون ان احنا نكون رحماء بيهم يعني، فاحنا يعني هو يعني هو معرض للخطأ في اقل من ثانيه. احنا عندنا ان هو استوديو التحليل، والكلمه ان هو الحكم بيجري من التلفزيون او من الاستوديو التحليلي وبيقول الغوث يعني او بيستغيث لان طبعا دقه الكاميرات الحديثه يعني بتجيب حاجات هو ممكن كبشر عينه ما تجيبهاش يعني. فانا هنا يعني دي دعوه للرفق بحكامنا وتشجيعهم والوقوف جنبهم. يا حنين يا شاب يا حنين. لا صراحه يعني بيكاسو قلبه طيب وايد صراحه، صوره جميله واشكرك عليها، يعطيك العافيه. انتظر دعاتك اكثر واكثر، وانا راح اقول لك استغيث منك شوي بس خمس دقائق ونرجع حق كابتننا يوسف ادم. يوسف انت شايف الحين في الملعب عندنا 32 عين كاميرا تصور وتراقب وترصد تحركات الحكام، والحكم ما عنده الا عين واحده. فايش رايك في المعادله هذه؟ عينين يعني ومرات يسوونها باربع عيون. بس يعني شوف حدث واحد يعني. انا اقصد يعني شوف حدث واحد ما يشوفون شيئين. انت ما شاء الله عليك تطالع يمين يسار شيء مساء. بعد لماح قلت لي مساء قاعد تلمح يمين يسار. لا عشان قلت شلون شفتني قلت لك لماح يعني. فانت الحين نرجع حق المعادله. يا ربع سوالف تحت الهواء خلوها بعدين، سوالفنا كلها ما يصير. فعلى قولة ذكريات مخرجتنا اذا الحكم عنده اربع عيون احنا عندنا 32 عين في الملعب. فايش رايك في المعادله هذه؟ يعني ظالمه ولا حقانيه؟ حقانيه. بس الحكم هو اقرب يعني حق اللعبه، وشغله تقدير يعني شيء اللي احساس، حتى في موضوع الحكم احساس وتقدير وقربه من اللعبه. انا معك بس انا اقصد التكنولوجيا شلون تطورت. اكيد تطور يعني. قبل الحكم كان يعني ما عليه ضغط كبير، الحين تكنولوجيا عرفت؟ فكل حركاته مرصوده فيعطيه ضغط اكثر. اي بس من حتى الجماهير تثقفت يعني، بغض النظر انه في ناس الحين يمكن مش ما عندهم ثقافه كرويه، بس ناس تثقفت تعرف ان هذا الحكم بني ادم، ان الموقف هذا كان بعيد ولحظه معينه وزاويه الرؤيه كانت عنده مش واضحه، فاكيد بيعذرونه. اما تخيل لو هو مكان الحكم شلون بيقدر يتخذ القرار؟ فالواحد يحط نفسه مكان الحكم في هاللحظه معينه شلون يتخذ القرار؟ فاكيد بيعذره يعني في شيء تقديري. فمعذور. انا بس شغله مو سؤال، هو انا ابي توقعك لنهائي هذا السنه، نهائي كاس سمو الامير المفدى، من تتوقع يصل للنهائي فريقين؟ انا احسك انت تقول يعني ما عندك دبلوماسيه، هذا الحلو فيك انك تقول الاسماء، ما عندك تقول والله ممكن ودي. اتوقع اللي يفوز من الغرافه والاخويا اي هو اللي بياخذ الكاس، هو اللي بياخذ الكاس على طول اتوقع. اي لا لا اقول لك يعني انت ليش معصب؟ انت توقعت المباراه اعطيت الفايز باللقب الفايز من الاخوي والغرافه واتمنى الغرافه. جميل. كابتن يوسف ادم نحن بدنا نشكرك على هالحديث الحلو، بدنا نشكرك على هيك هالرواء والحديث اللي تمتعنا فيه على كل المعلومات، وان شاء الله نشوفك ايضا معنا يمكن بركي مره ثانيه. شكرا كثير لك. بركي ومره ثانيه. لا انا اشكركم على الاستضافه، وصراحه الواحد استمتع معكم في هالدقائق الله يسامحكم. خلينا اذا مشاهدينا من بعد هالحديث ننتقل نحن وياكم للتقارير يلي عم نشوفها من خارج الدوحه، وهلا الطياره بتروح على ايطاليا وتحديدا روما. يوم ربيعي في العاصمه الايطاليه روما، انتظر محبو كره القدم القطريه من ابناء الجاليه العربيه ساعه مسائه الاولى ليلتقوا في هذا المقهى العربي، وحدث الساعة بالنسبة إليهم نهائي كأس سمو ولي العهد بين فريقي الريان والسد. الأجواء المثيرة والحماسية التي فرضت نفسها في ملعب ثاني بالجاسم امتدت إلى هذا المكان، حيث كان الترقب على أشده. فريق ريان سيفوز بمباراة
لأنه لاعب لاعب جيد ولديه دفاع جيد، كما أن المدرب جيد. بالنسبة لفريق السد لديه بعد الاختراقات في الوسط، وفي هذه الأثناء نشاهد محاولة فريق ريال. السد عنده هجوم كتلعب مزيان، عنده هجوم، عنده دفاع، عنده ولاد شباب، عنده شبان تلعبوا مزيان، عنده الحمد لله عنده إمكانيات، عنده كل شيء، تقدر توصل بأي طريقة إن شاء الله. أتمنى له التوفيق من كل القلب. التضارب في التوقعات بين مشجعي الفريقين حسمته الركلات الترجيحية والتي جاءت لمصلحة فريق الريان، ما بعث السرور والرضا في أوساط مشجعي الفريق في روما. بعثر نهائي كأس سمو ولي العهد أوراق المشجعين هنا في روما بين الذئاب والأسود، لتكون الغلبة في النهاية لأسد الغاب. طارق ظاهر، قناة الكأس، روما. شكرا لجميع مراسلينا وفريق الاعداد صراحه على التقارير الجميله، ونقول لكم من جديد هلا وهلا مو وحده ثنتين فيكم يا اغلى مشاهدين قنوات الدوري والكاس في برنامج الكاس والناس خمسه. نتكلم شوي عن المنتديات ونشوف الربع في الشبكه العنكبوتيه شنو كاتبين. ندش يا الربع تعطونا شوي موقع كوره، كاتبين عندهم موضوع عن ركلات الترجيح تتوج الريان بطلا لكأس ولي عهد قطر للمرة الرابعة في تاريخه على حساب السد. تناول الخبر تتويج الريان بلقب كأس ولي العهد بعد الفوز على السد بركلات الجزاء الترجيحية، والبعض يقول أن ركلات الجزاء فيها حظ كبير، وأنا أرجع وأقول ترى ركلات الجزاء أيضا تحتاج تكتيك وفن. شباب، على طاري كابتن منصور مفتاح تكلمنا عنه قبل شوي، ترى يسلم عليكم، أمس شفته في حفل نادي الريان وقال ان شاء الله انه بيكون ضيف عندنا الفتره القادمه، بس قال توقيتكم انا اكون مقيل، بس قلنا له ان شاء الله تجي ان شاء الله. من موقع كره بدر ننتقل لموقع الفيفا يلي عن جد عم بيكون عندهم اهتمام كثير كبير بهالبطولتين يلي عم تستضيفهم الدوحه. اذا بموقع الفيفا العنوان الابرز اليوم كان الريان يهزم السد بالترجيح ويحرز لقبه الرابع. اذا تابع موقع الفيفا فوز الريان على السد في نهائي كاس ولي العهد من خلال سرده لوقائع المباراه. بعدهم شوي باجواء كاس ولي العهد، يمكن بعد ما شفنا المواكبه الحقيقيه لكاس سمو الامير. صحيح. عندي ولا عندك؟ اوكي عندي. انا راح اروح موقع كوره، ويقول موقع كوره جول؟ لا عندي جول. لا خلاص انا باخذ جول، انت تاخذ كوره. خلاص اخذ جول؟ ما حنختلف. اوكي، ما الجول ما يفسد في عموما. موقع جول العربي يقول جومو تقدم، طبعا تصريح جومو تقدم السد لم يقلقنا، وباري ايضا حارس المرمى يقول كيتا سجل في شباكي وانا حملت الكأس. تحدث الموقع عن المواجهة بين حارس المرمى عمر باري ومهاجم السد عبد القادر كيتا، والتي انتهت بفوز كيتا في الملعب وفوز باري باللقب من خلال هذه الصورة. هاي طبعا جومو وماجد محمد، وأيضا دائما الحديث كان عن هذا النهائي الكبير بين الفريقين. عندك؟ عندي. من موقع جول خلونا نشوف موقع كورة. موقع كورة في عنا العضو عم بيقول ركلات الترجيح تتوج الريان بطلا لكأس ولي العهد للمرة الرابعة في تاريخه على حساب السد. هذا انا قريته. ايه. انت قريته؟ قريته انا. يمكن عن اول واحد كوره كوره يعني خالد العوزني على فكره. خبر عندي قريته. شو اللي ما قريته؟ طيب انا حطلع من المنتديات، حطلع من المنتديات مشاهدينا وحروح لاخبار حصريه بفقره الانتقالات. هاي الفقره راح تكون معنا ان شاء الله كل يوم يوميا على حسب الانتقالات. خلونا نبلش فيها لانه ما عاد عندنا كثير وقت. خلونا نبلش من قلعة الكرت، ذكريات دائما الكرت. خلونا نبلش بقلعة الأحلام النادي العربي.
مبارح مبارك مصطفى السنياري صرح ببرنامج المجلس على قناة الكاس، أعلن أمس عبر برنامج المجلس عدم استمراره مع فريق الموسم القادم. نروح لمدير فريق العربي خليفة السادة، أيضا أعلن عدم استمراره على خلفية الأحداث اللي شفناها بخسارة العربي من الغرافة أمس. بيسكو مثل ما شفنا بتقرير بدر أيضا صرح أنه هو خلاص حيرحل عن العربي ويرجع إلى بلده الأرجنتين. معاذ يوسف لاعب النادي العربي أيضا إلى الوكرة. العافيه صراحه في اخبار بعد ولا خلاص؟ في بعد كثير، عندنا كثير اخبار. اليوم قاعد مجدي صديق، عرفت يلا قول لي بس معنا. مجدي صديق لم يتم التجديد معه. حنطلع من القلعه، قلعه الاحلام، نروح لنادي الغرافه. نادي الغرافه نفى الشيخ حمد بن محمد الثاني رئيس جهاز الكره بنادي الغرافه التعاقد مع الايطالي كلاوديو رانييري. مبصورة طلع المدير الفني السابق لإنتر ميلان. بالمقابل أعرب البرازيلي باولو سيلاس مدرب الغرافة الحالي أنه لا يعلم شيء، والتجديد أو مستقبله بيد الإدارة. نادي قطر أنباء عن فسخ عقود كل اللاعبين المحترفين بنادي قطر، ولازاروني عائد إلى القلعة القطراوية. نادي الجيش هون في خبر حيولع، أنا خفت والله. يرفض التجديد للمدرب شاموسكا. دام أنه يرفض التجديد للمدرب شاموسكا يعني يقال على ذمة الراوي، ها ما حدا بكرة يوهقني ويقول جلنار قال بتعملوا لي وجع راس. على ذمة الراوي المدرب الجديد بدل شاموسكا مدرب فرنسي موجود في الدوري القطري. صراحه قنابل هنتاكد بعدين ونشوف. قنابل موقوته صراحه، يعني اخبار حصريه جدا مشكوره. انت خلصتي ولا شعله من النشاط الصراحه. خلاص شوف الكادر، شوف الكادر الجديد، شوفه في بعد خبر. اعطونا الكادر الجديد يا شباب خلينا نشوفه عشان بس خالد يعلق عليه. في بعد خبر، خبر سامر نادي الخريطيات. اخر خبر خلص سامر. نادي الخريطيات اعلن مدرب لوران بانيد مدرب الخريطيات انه سيرحل مع نهايه كاس سمو الامير. خلصت اخبارنا، نشوفكم بكره بنفس الفقره. نشوفكم بكره بنفس الفقره. خلونا نروح لشاب. شاب بسرعه كده، اخر فكره عندي هي سيموندي. ودوت رسم بياني من اول ما تولى سيموندي. احنا شفنا ان هو اول ما تولى ادى بعض المباريات جيده، بعد كده طبعا انتهت بالمباراه بتاعت امس اللي هو خلاص كده السهم شايفين هو نزل ازاي. بس شهاب انا قريت حاجه اليوم لسيموندي انه هو بيقول انا ما اتحملش اي مسؤوليه، يعني ماليش دعوه في اي حاجه. هو اي مدرب ممكن يقول كده، بس طبيعي ان المدرب لو هو مش هيتحمل مسؤوليه يبقى يعني يبقى دوره ايه في الفريق. هو لازم يتحمل المسؤوليه لان هو اللي بيحط الخطط وهو اللي هو اللي بيلعب المباراه. اذا بس مشكله لان ضيق الوقت يا اشهاب. رسمتك جميله وسيموندي اجمل، جايبه فت. وعندك شيء بدل؟ بس انا قبل ان اختم، دام افراح الريان متواصله في الشاعر حمد الاسود كتب بيتين حلوين في نادي الريان احب اقولها. يقول لك هذا رهيب اللعب ما هو بينظام، افضل فريق بموطن العز كله. الجول جابه واحد من ظن ايام، والكاس في ام الافاعي محله لكل سداوي على طول الايام. من اخر الموضوع تعرف جار الله؟ تعرف جار الله. صح لسانك حلو هاي، تعرف جار الله. صح لسانك يا حمد الاسود. صح لسانك حمد. وصلنا لنهايه البرنامج، شكرا بدر الجنار والسيده اليس. عموما مشاهدين نشوفكم بكره مع الكاس والناس. الى اللقاء.